بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل السلسلة اللي كنا ماشيين فيها، إزاي نغرس فضائل المسيحية في أطفالنا في العشر سنين الأولى. والسلسلة دي قلت غرضها المربيين عموما، أولياء الأمور وخدام التربية الكنسية في حضانة وجزء من ابتدائي. خدنا كاف لام إيه ميم محبة. إزاي أغرس في ولادي المحبة؟ لأنه المحبة هي الفضيلة العظمى في المسيحية. ولو تذكروا كورنثوس الأولى 13، قديس بولس حط المحبة في كفة وحط المواهب في كفة وقال المحبة أهم. يعني حتى لو هتعمل معجزات المحبة أهم، ولو هتتكلم بألسنة المحبة أهم، ولو هتدي فلوسك كلها لربنا وتموت نفسك عشان ربنا المحبة أهم. عادي يقول كده. طيب غرس المحبة إزاي ربي طفل على أنه يحب؟ أولا الطفل طبيعي ميال للحب، بس حاليا اللي بيحصل أن احنا بننزع الحب من قلب الطفل. يعني الدنيا بتنزع الحب الطبيعي لما يتفرج على أفلام عنف، لما يشوف شر كتير، لما يسمع أبوه وأمه بيختلفوا ويتخانقوا كتير، لما يتربى على الأنانية. في ناس بتربي الأنانية تربية، حاجتك لنفسك، إياك حد ياخد منك حاجة، إياك تدي لحد حاجة، كل ده عبارة عن تربية ضد الحب. فإحنا للأسف طالعين في زمن الحب المسيحي أو الحب الحقيقي ده عملة نادرة. وللأسف البيوت بتربي عيالها غلط وبتنزع الحب من بدري. الطفل عنده ميل طبيعي للحب. ياما أطفال تلاقي عاوز يقسم اللقمة مع طفل تاني مامته تزعله، لكن هو بتلقائية بيفرح بالشركة. لما يجي يلعب ممكن يبقى عنده ميل طبيعي انه حد تاني يلعب معاه. ممكن تلاقي لا ده مش مستوانا، فمش مستوانا دي يبتدوا يربوا فيه فكرة ايه الكبرياء وعدم المحبة وهكذا. ازاي اغرس الحب؟ طبعا الحب من غيره ما فيش سما. يعني الطفل لو تربى على الأنانية اللي هي عكس الحب هيروح النار، لأن المحبة هي طريق السما. طبعا بعد الإيمان المستقيم والتوبة لازم تبقى حياة كلها محبة، وبدون محبة ما فيش أبدية. وزي ما انتوا فاهمين في حب بكذا مستوى. في حب اسمه في اليوناني الحب المادي أو الستورج، ده اللي هو إيه، بتحب تأكل شوكولاتة مثلا، لكن ده غير الحب الإنساني. لأن الحب الأولاني ده بيسموه حب استهلاكي، يعني أنت بتحب حاجة فاستهلكتها. خلي بالكوا في شباب كتير طالع بيحب البني أدمين زي ما بيحبوا الشوكولاتة. فاهمين الفكرة؟ يعني إيه؟ يعني ياخد ويرمي القشرة أو يعني الورقة، لأنه هو بالنسبة له عاوز يستمتع. طبعا الحب الإنساني في واحد تاني أنت بتحبه فبتطلع برا نفسك وتسعد واحد تاني. الحب زي حب الأكل ده، لا ده حب أناني بطبيعته، أنت بتاكل الحاجة عشان مزاجك. فتصوروا لو راجل مثلا متجوز بالحب اللي من النوع ده، مراته دي هتروح فيها يعني، لأنه أصبحت بالنسبة له مادة للتمتع، لكن مش بني أدمية، مش واحدة بيفكر يسعدها. لا، هو ما ترباش على كده، هو تربى ياخد مزاجه وينبسط ويتمتع وبس. طب وده لا، ده زيه زي التفاحة وزي الشوكولاتة وزي طبق الفول أي حاجة. يبقى هنا ده نوع من الحب، وده منتشر جدا اللي هو فكرة الحب المادي. في حب تاني اللي هو حب الصداقة. الصداقة ده حب حلو، بس هنا برضو بيبقى فيه نوع من المصلحة. يعني هتحب شخص عشان تطلع منه بحاجة، لكن لو ما عادش فيه مصلحة انتهت العلاقة. ده مش الحب المسيحي، ده يجوز حب إنساني طبيعي. زمايلك في الشغل يخدموك وتخدمهم، لكن بعد ما تسيب الشغل لا يعرفوك ولا تعرف، ولو حصلت لك مشكلة كبيرة يبقى ربنا معاك. يعني ايه؟ مش هيقدروا يخدموك قوي، في حدود في الحتة دي.
والحدود هنا تحكمها المصلحة، برضو بيعتبروها حب، ودي حاجة كويس. وده المجتمع الغربي المتحضر يحب الحتة دي قوي، اللي هي فكرة احترام المصالح ونحب بعض في الحدود دي، لكن مش هاجي على نفسي زيادة ومش هتنازل. يعني الحب المسيحي طبعا في حب ثالث، هو الحب الجنسي. ده نوع طبعا في اليوناني له كلمة خاصة بيه، وده مقدس في الزواج فقط، لكن النهاردة للأسف الشيطان خلى النوع ده بره الجواز، النكت البذيئة والتعاملات غير النقية والعلاقات غير المشروعة والهوموسيكشواليتي، كل ما هو جنسي بيتحط له كلمة حب love. إذا love دي ما بقتش كلمة دقيقة، لأن love بتتقال على الشوكولاتة، وبتتقال على زميلك في الشغل اللي تستفيد منه، وبتتقال على علاقة في الضلمة شر. إنما الكلمة الحقيقية بتاعت أغابي اليوناني دي بقى كلمة الحب اللي قصدها ربنا، اللي هي أساس خلقتنا، إحنا اتخلقنا على صورة الله، والله حب، الله محبة. فالإنسان لا يجد نفسه أو سعادته إلا لما يعيش الأغابي. الأغابي دي اللي هي إيه؟ الحب اللي يطلع بدون مقابل، الحب اللي ينشغل بفرحة الآخر وسعادته وينسى نفسه. الأغابي دايما معاها بنسى روح. المسيح عمل كده وهو بيحبنا، كان بيجي على نفسه بينسى نفسه، قال اللي عاوز يمشي ورايا ينكر نفسه ويطلع ورايا. هنعمل ايه؟ هنحب الناس، هنحب الناس حتى لو متنا عشان. يبقى الحب المسيحي اللي احنا بنقول عاوزين ندخله في التربية، ازاي اغرس في ابني وبنتي في السنين الاولى الحب اللي بلا مقابل. طبعا في السنوات الاولى لازم يبقى معها حكمة، لانه طبعا العالم بره ما هواش عنده مثاليات، ممكن يستغل طيبة الأطفال وسذاجتهم وبرائتهم ويستغلهم. لو استغلهم خد فلوس ولا خد حاجة تعدي، مش دي اللي هنزعل عليها، لكن أكتر من كده لا، هنجرح بساطته. نقول برضو قواعد إيه اللي ممكن نعمله عشان نغرس الحب المسيحي بالمعنى الأغابي في أطفالنا في السنوات الأولى. القدوة نمرة واحد كالعادة، لما الطفل يشوف إن باباه فكر انه الموظف اللي معاه او الفراش او البواب بابا نازل يعمل له طبق لان كان عندنا عيد ميلاد ولازم ياكل زينا، وبابا فكر فيه، ويمكن لما يبقى 5 6 سنين يقول له انزل يا حبيبي ادي الطبق ده للناس دول. هو فهم او مش من غير ما يفهم، هو لقط فكرة بابا بيفرح شخص تاني من غير غرض ومن غير فلوس ومن غير مصلحة. ما يصحش نفرح لوحدنا، تعال نفرح الناس معانا. لما يبقى سامع مامته وبابا بيتكلموا مشغولين على طنط فلانة والست أم فلانة والجارة فلانة، نعمل معاهم إيه في مشكلتهم؟ يبقى الطفل شايف الكبار مخهم رايح في مصلحة ناس تانية، فهو بتلقائية من غير ما حد يديله وعظة في المحبة بيتبرمج على فكرة احنا بنفكر في مصلحة غيرنا، وده بيساعدنا. والبابا وماما الاتنين بيشتركوا في التفكير. لما يحس ان الاب والام سعادتهم لما يجي لهم ضيوف ان يقوموا يخدموا عليهم، وما بيعلقوش التعليقات المصرية اياها، يقعدوا يبصوا بقى مين كل ايه ومين جابت ايه ودخلت بايه والكلام بتاع ايه الحلقات التلفزيونية دي. لا، دي محبة نقية، جاي لنا ضيوف، إضافة الغرباء والإكرام، وفرحانين قوي بالضيوف وواقفين نساعدهم ونخدمهم وفرحانين بجد. طب كسبنا إيه؟ ما كسبناش حاجة، ده حب من غير مقابل. فيبتدي الطفل اللي طالع في البيئة دي في الجو ده يرتاح للجو ده، وتطلع منه بتلقائية، تلاقيه تاني يوم يقول له ماما عندي واحد القلم بتاعه اتكسر، ممكن اجيب له قلم او ادي له قلم من بتوعي؟ ادي له يا حبيبي. طبعا لو ام تانية من اياهم هياخد له هو القلم، لكن الطبيعي تقول له طبعا شاطر يا حبيبي، ان هو عمل الخير التلقائي ده، يبقى ابتدى يلقط فكرة انه يطلع بره نفسه ويهتم بحد تاني. وهنا خلي بالكم
ما تعطلوش بساطة وتلقائية أولادكم، لأن في السنوات الأولى بقول الطبيعة اللي خدوها في المعمودية تميل للخير وتميل للحب، لكن إحنا بقى من كتر القلق اللي فينا والأنانية اللي دخلتنا والمادية والبصة للوقت والبصة للفلوس مأيدانا في العطاء. لكن لو لقيت أولادك ميالين للعطاء ما توقفهمش، علمهم الحكمة، علمهم تمييز، بس ما توقفش الاستعداد الجميل ده. طبعا الواحد شاف بعض البيوت بيعملوا خير، ياخدوا عيالهم يزوروا مناطق محتاجة أو بيوت إيواء، وتبقى فرحتهم ما تكملش غير لما يوزعوا. ولو طفل جاله هديتين من نفس النوع ما يرجعوش الهدية للمحل، الهدية التانية لازم نسعد بيها طفل تاني، مش مهم الفلوس، حتى لو الهدية التانية غالية بس مش عندنا زيها خلاص تروح لواحد تاني يفرح بيها. واللبس لو جه لبس جديد وأكتر من احتياجنا نوزع من الجديد، فالطفل يبتدي يفهم أنا مش بدي الفضلات، مش بدي اللي أنا مش عاوزه، لا لا أنا هدي الحلو لأني أنا بحب الشخص فعاوز ياخد أفضل ما فيه. في موقف تاريخي كده بين داود ويونسان، داود لما غلب جلياط يونسان اتصرف تصرف غريب قوي، لأن يونسان ادى لداود حاجات يعتز بيها كل محارب، اداله السيف بتاعه والترس بتاعه والرمح، كل عدة الحرب اداها هدية لداود، مع ان دي حاجة بالنسبة لهم كأنك بتدي عربيتك لواحد دلوقتي. يا يونسان انت ابن ملك ودي حاجة غالية جدا، وداود ده ابن فلاح يعني. إنما يونسان من نقاوة قلبه من حبه الحقيقي إدى هدية غالية قوي، وهدية بيرسونال حاجة شخصية قوي، فدي كونت علاقة وصداقة بينهم والاتنين قديسين في الآخر، لأنه ده حب حقيقي، حب بريء طفولي. كمان نفتح حوارات مع أولادنا عشان نغرس الفضيلة، الأنانية. الطفل على فكرة بيفهم الأنانية من سن 4-5 سنين، بيفهمها، هي مش بيفهمها ككلمة، بيفهم إنها حاجة وحشة إنك تبقى عاوز الحاجة لنفسك بس. طب أخوك، طب أختك، طب جارك، طب صاحبك. فهنا يبان إن الأب والأم بيوضحوا إن الأنانية دي حاجة وحشة والحب والعطاء حاجة حلوة، فيبتدي الطفل يستقبل المعنى عن طريق الحوارات. يبقى القدوة لها دور والحوار له دور. يجي التأديب زي ما اتفقنا نمرة 3 مش نمرة 1. امتى تشد على ابنك وبنتك؟ لما تلاقيه تصرف بأنانية شديدة وبدون تبرير. لو انت مشبعه حب ومتفاهم معاه في الحب واديته أمثلة كتيرة للحب ولقيته في حتة أناني شوية، اعمل انذار مرة، انذار مرة تاني، بانشمنت بعد كده، تأديب، عشان يربط ان التأديب ده مرتبط بالأنانية فيبتدي يكره الأنانية. دايما الإنذار مرة مرتين قبل أي عقاب، والعقاب ما يكونش عصاية يعني، عقاب يتناسب مع الغلط. لما يميز نفسه زيادة، لما يزق أخوه أو أخته بعنف، لما يكذب عشان يطلع نفسه بريء، ده معناه كلها حاجات ضد الحب. وطبعا لازم تمجد وتكبر قوي الحاجات اللي فيها حب. مثلا لما يحصل غلطة يقول أنا اللي عملت كده، دي حاجة كبيرة، لأن هو حب يفدي أخوه، حب يستر على غلطة أخوه، يبقى دي حاجة جميلة قوي. أو يدافع عن صاحبه، حاجة كبيرة. يبقى يا ترى احنا بنمجد الفضائل لأولادنا ولا بنتكلم لغة الدنيا اللي بتخلي الفضائل دي خيبة وضعف، ونمجد الأنانية ونمجد المادية والحاجات الوحشة. غرس الحب في الأطفال يضمن لك خادم في المستقبل تلقائي. الطفل اللي طالع في بيت سخي في حب في دفئ بيطلع خادم طبيعي ما عندوش أزمة، لكن عندنا خدام بخلة، عندنا خدام حتى بعد إعداد خدام هي مش طالعة من طبيعته، لأنه هو ما ترباش في بيت يحب الناس، تربى في بيت بيخون الناس، يحذره من الناس، يحب الحاجة لنفسه الأول، يخبي على الناس، كل دي عيوب بتخلي الطفل مش طالع خادم طبيعي. لكن البيت الحلو يطلع واحد مشروع خادم من سن 5-6 سنين، وده اللي ممكن يطلع قديس بعد كده.